سبور اكسبريس. مرحبا بكم في سبور اكسبريس، البداية مع الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، واللي وجهت الدعوة لحكام النخبة والحكام المساعدين غدوة 11 متاع الصباح الحضور اجتماع في أحد النزل في قمرت من جدول أعمال الاجتماع هذا، تقديم الأعضاء الجدد للإدارة الوطنية للتحكيم والإعداد للمرحلة القادمة من البطولة، خاصة مرحلة البلاي أوف ومرحلة البلاي أوت. نذكر أنه مرحلة البلاي أوت ترجع قبل مرحلة البلاي أوف وجولتها الأولى نهار 3 و4 الجايين، نحكيه على 6 و7 فيفري. عضو الهيئة المديرة للنادي الإفريقي الدكتور سامي القاضي تحدث عن الحالة الصحية لعدد من اللاعبين وبالأخص وضعية الثنائي غيث الصغير وسام يحيى وموعد عودتهم للتمارين. غيث الحقيقة الضربة اللي تضرب عنده ما نعرفش وراه بالتو شهرين ونص تضرب فيها وبرا منه عمل سوا ورجع عمل بريباراسيون تاعو ودخل مع الجروب مالوريزمون، وبعد ابري يمكن دوزيام سيونس دونترينمون عاود تقلق مش فرد بلاصة، مشينا عملنا الفحوصات الكاملة بلاصة أخرى معناها في الميوسكل درو أنتيريور في ساقو اللي هي ضربة قديمة اللي كان يلعب في تطاوين، دونك أنا في النيسيسير ونشكر الإطار الطبي وشبه الطبي تاعهم الصحة عملوا لو نيسيسير معاه ونحن عملنا لو نيسيسير، نحى لي بونشمون وعمل سيونس دو بي ار بي ولاباس بقدرة الله اللي يعمل ليكو ان شاء الله بقدرة الله كل شيء لاباس يولي ماكسيموم ان شاء الله من هنا لسبع ايام يرجع مع الجروب. نفس الشيء بالنسبه لويسام يحيى تضرب في المولي عضله الساق عنده 4-5 ايام وقت البريباراسيون سي نورمال دونك يلي فوا روبو دون سيمين. بالنسبة لوضعية بقية اللاعبين المصابين وخاصة نادم قرب علي العمري رامي البدوي وعامر العمراني، هذا اش قال عضو الهيئة المدير النادي الإفريقي سامي القاضي في تصريحه للصفحة الرسمية للكلوب. علي العمري كانت عنده اصابه في عضله الساق وكل مره تتحير له دونك رجع على باس ولا في لي سوان نيسيسير خدم مع البريباراتور فيزيك وتو عنده يومين من اللي دخل في الجروب. بالنسبه كيف ادم قرب اللي عنده اشكاليه في التندون روتوليا معناها في الركبه نتاعو كيف لاباس الى في لي سوان تو يعمل في البريباراسيون مع البريباراتور فيزيك ان شاء الله من هنا اليومين ويدخل في المجموعه. بالنسبه للمباراه الفارط اللي ملعبش فيها عامر العمراني خفنا الحقيقه ما عندوش هو اصابه عنده شويه قلق كونتراكتور هكا تجبيده صغيره في ديسكيو جامبي دونك انا بريفيري ما يشاركش وهكا موجود مع الجروب. رشيد العرفاوي وشهاب العبيدي بداوا معنا ستاج عملوا ان سندروم غريبال دونك طلعت لهم سخانه وزيت افيبلي ودي كورباتور بوندون 48 اور دونك اخر نهارين تاع ستاج ايزون كيتي لو جروب باش ما يعديوش اصحابهم وما لعبوش لو ماتش دونك كيف رجعوا يترناو. بالنسبه رامي البدوي اخر مباراه اللي تضرب فيها عمل ليزيون في ديسكيو في الساق متالي وخذ لي سوا نتاعو ورجع كيف الجروب دونك الجروب كل موجود. في النجم الرياضي الساحلي الثنائي سيف غزال ومحمد علي نفخه باش يواصلوا في الاطار الفني للفريق مع المدرب الجديد احمد العجلاني ومساعده توفيق زعبو. الاتحاد الرياضي المناسيري انتصر اليوم في مقابلة ودية على القلعة الرياضية بنتيجة 5-0. هدف المقابلة سجلهم بلال ايت مالك ذي جويني عمر الحاجي فال وثنائية الشهاب اجبالي. اليوم يتلعبوا أول زوز مقابلات من ربع نهائي إلا كان الستة، بدأت مباراة نيجيريا ضد أنغولا توا في دقيقتها التاسعة والتاسعة متاع الليل الكونغو الديمقراطية تلعب ضد غينيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات، نخليكم أحسن وكامل الفريق على كل لسان.